السلام عليكم. اليوم نعرفكم هذا مركز متعدد الخدمات الصحية في دائرة مهدية بولاية تيارت. شيء إيجابي وجميل أنه تكون فيه مراكز من هذا النوع، لأنه احنا كمواطنين كمجتمع ما نستحقش غير المستشفيات، لازم تكون فيه لا سونتي دو بروكسيميتي، يعني الصحة الجوارية تكون كاينة. هذيك الصحة الجوارية نحتاجها كثير في كثير من الحالات اللي تكون في متناول المواطن مهما كان السن ديالو. إذن هنيئا والمزيد من هذه المراكز الجوارية المتعددة الخدمات الصحية اللي تعمل 24 ساعة على 24 ساعة في كل بلديتنا وفي جميع الميادين، وتكون مجهزة بما يعني تقوم بالوظيفة تاعها على أحسن وجه. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.